نستأنف المحاضرة يا شباب مع العرض اللي معانا قدامنا ده. أول حاجة هنتكلم على أنواع الديجيتال راديو بقى، اللي هم الأنواع الأساسية الـ FSK والـ BSK والـ ASK، ثلاث أنواع Essentially there are three basic digital radio modulation. There are three basic. دول الـ basic digital radio modulation. الـ frequency shift keying FSK والـ BSK الـ phase shift keying والـ amplitude shift keying الـ ASK. بعد كده في انواع تانيه، يعني مثلا الـ FSK في المينيمم شيفت كينج، جزء طالع منه نوع كفاءته افضل، وفي الجاوشيان FSK او جاوشيان مينيمم شيفت كينج، ده برضو نوع من انواع الـ FSK. ثم بعد كده هناخد، بعد كده دول طبعا البيزك، غير البيزك هناخد مثلا في عند الكوادريتشر بي اس كي 8 بي اس كي 16 بي اس كي. ثم بعد كده نفاجئ ان في عند انواع بتجمع بين البي اس كي وبين الاي اس كي، بنسميها كيو اي ام. لكن انا دلوقتي هتكلم الاول على البيزكس الثلاثه الاساسيين، اللي هم الاي اس كي اللي هو شبيه جدا بالاي ام في الانالوج، ثم الاف اس كي والبي اس كي اللي شبيهين بالانجل مودوليشن، شبيهين بالايه؟ البي اس كي شبيه بالفيز مودوليشن بالبي ام، والاف اس كي شبيه بالفريكوانسي مودوليشن اللي هو الايه؟ الاف ام في الانالوج. نبتدي دلوقتي بالاف اس كي. الفريكوانس شيفت كينج لو جينا نشوف المودوليتور بتاعه بالظبط زي الانالوج مودوليتور العادي. كنا بنستخدم قبل كده ايه؟ عملية ضرب، مش كده؟ بندخل الإشارة F of T بنضربها في الكارير اللي هو كوساين أوميجا سي تي، وكان يديك حاصل الضرب F of T في الكوساين أوميجا سي تي. كويس، ده بالنسبة لإيه؟ للأنالوج. طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ برضه ما هو نفس الموديليتور ده، عملية الضرب والكارير هو نفسه الكارير كمان. الكارير هو نفسه الكارير. ولكن الدخل بتاعك F of T شكلها ايه؟ هو ده الفرق. الدخل بتاعك ال F of T اللي هو اللي انت مدخله ديجيتال زيروز وانز بس. اذا ال FSK ما هو الا انالوج مودوليشن سيستم، بدخل له اشاره كنت بدخل لها قبل كده انالوج F of T كونتينوس سيجنال، وبضربها في كارير انالوج برضه، فيديني ايه؟ حاصل في الترددات، حاصل الجمع وحاصل الطرح. لأ المرة دي انا هبعت الـ F of T ديجيتال ستريم عبارة عن سينك فانكشنز، ماشي؟ سينك فانكشن ديت لها برضو باندويتس، هتتضرب في الكلر اللي هو انالوج وتتحول إلى ايه؟ تتبعت على اللاين، ده اللي هو الـ FSK Frequency Shift Keying. Frequency shift keying is simple, low performance form of digital modulation. يعتبر حاجة بسيطة، simple بسيط، low performance يعني بيقول من الأول خالص كده من البداية إن الـ performance بتاعه مش جيد، يعني الـ BSK أفضل منه، تمام؟ digital radio modulation، عايز مش عايز يقول، هو قصده يقول digital radio modulation، يعني digital technique ببعته في الوايرلس. الباينري اف اس كي، وفي اللي احنا بنتكلم عنه ده، ادام اقول اف اس كي وانا ساكت كده يبقى اقصد بيه ايه؟ باينري. لكن مش شرط يكون باينري. لكن خلينا دلوقتي احنا بنتكلم على الايه؟ على البيزك، فادام بتكلم على البيزك فبتكلم على الباينري. طيب اذا لو باينري يبقى ده بنسميه الاف اس كي، ادام مفيش قدامه حاجه يبقى باينري، وإذا كان قدامه بي يبقى برضه باينري.
يبقى البي كاب بي دهيت بتبقى نحطها قبليه ساعات وساعات ما نحطهاش مش مشكله. از ا كونستانت انفلوب، ما هو برضو زي الاف ام، مش الاف ام كان كونستانت انفلوب لان كانت الايه الانالوج المعلومات الانالوج اللي هي الاف اوف تي كانت بتخش في التردد. نفس الكلام هنا الانفلوب بتاعك ثابت ولكن الايه المعلومات بتاعتك داخله فين؟ داخله في التردد بتاع الكارير. يبقى الباينري از كونستانت انفلوب انجل مودريشن سيميلر تو اف ام الكونديشنال كونفشنال اف ام اكسبت، شفت بقى خلي بالك اهو اللي انا بقوله من شويه، ذات ذا مودوليتنج سيجنال اللي هي الاف اوف تي بقى خلي بالك از باينري بارس استري. بس ادي الفرق. اذا احنا رجعنا لنفس الجهاز اللي بنستخدمه في سنه ثانيه ولكن فقط الدخل بتاعك عباره عن باينري ستري. فاريز بتوين تو ديسكريت فولتج ليفلز، مش كده؟ ما هو ده باينري ستري يبقى انت عندك تو ليفلز 0 و1 راذر ذان كونتينوس تشينجينج انالوج ويف فورم. الدخل بتاعك بدل ما يبقى انالوج واخد كل القيم، لا واخد ديسكريت فاليوز، اثنين ديسكريت فاليوز. وذ كارير امبليتيود في سي، لو فرضنا ان الكارير بتاعك بقى، ما هو كارير الكارير احنا قلنا الكارير هنا يبقى انالوج زي الكارير بتاع الايه الانالوج بالظبط. الكارير له قيمه عظمى في سي وله تردد اوميجا سي وله وبعدين هعمل انا فريكوانسي شيفت اوميجا دلتا شكلها ديت غلطه هنا في دلتا اوميجا، بس كتبت الاوميجا كتبت غلط، دلتا اوميجا دي بدها تصحح، يبقى ودلتا اوميجا يعني عملت انا ايه فريكوانسي شيفت مقداره دلتا اوميجا. يعني امثل انا ببعت تو ليفلز مش كده في الفريكوانسي شيفت كينج، انا قلت ببعت ايه الزيروز والوانز، فهبعت الزيرو بدلتا اوميجا والوان بايه بدلتا اوميجا مختلفه، وبالتالي يبقى انا عملت ايه فريكوانسي، عشان كده جت كلمه فريكوانسي شيفت كينج. فريكوانسي شيفت عملت فريكوانسي شيفت، عندي اثنين ليفلز كل ليفل هديله شيفت فين في الفريكوانسي، من هنا جت التسميه فريكوانسي شيفت كي. يبقى اذا هيبقى عندي الفريكوانسي شيفت كينج فولتج فور باينري ديجيتال موديليتنج سيجنال، هيبقى الفولتج بتاع الاف اس كي عباره عن الفي سي في اللي هي القيمه العظمى للكارير في كوساين اوميجا سي زائد دلتا اوميجا على 2 في الاف ام اوف ايه اوف تي، زائد دلتا اوميجا على 2 في اف ام اوف اي تي. اف ام اوف تي ده بقى عباره عن ايه بقى؟ اف ام اوف تي هي دي بقى اللي ديجيتال، ما بقتش بسميها اف اوف تي، سميتها اف ام اوف تي عشان اميز ان هي ايه ديجيتال. يبقى اف ام اوف تي هتاخد زائد او ناقص 1، او هتاخد زائد او ناقص 1. So the carrier amplitude remains constant whereas its frequency اللي هي اوميجا سي shifted by دلتا اوميجا، يحصل لها شيفت بايه؟ بدلتا اوميجا على 2، دلتا اوميجا على 2 حسب قيمه الاف ام اوف تي هيديك دلتا اوميجا يا اما بالموجب يا اما دلتا اوميجا بايه؟ بالسالب. تمام؟ يبقى the carrier shift rate equal the input bit rate، يعني اوميجا سي شيفت ما بين اوميجا سي ناقص دلتا اوميجا على 2 الى اوميجا سي زائد دلتا اوميجا على 2، باعتبار اف ام اوف تي هنا اعتبرها انتيبودال سيجنال اللي هي بولر سيجنال زائد 1 وناقص 1، يبقى تبقى زائد دلتا اوميجا على 2 وهتبقى ناقص دلتا اوميجا على 2 اللي هم الاثنين ديسكريت ليفلز اللي ببعتهم اللي بيمثلوا الباينري ستريم اللي انا بعته اللي هو بيمثل اف ام اوف تي. طيب ويبقى السنتر فريكوانسي بتاعك
center frequency اللي هو ايه؟ اللي هو ال اف سي اللي هو ناتج من الاوميجا سي. طبعا اوميجا سي 2 باي في الايه؟ في ال اف سي. بس هنا بنسميها ال اف بي اللي هو باعتبار ان انا ببعت بيت ستريم يعني. تمام؟ اللي هي اللي بيمثل البيت ريت. طيب لو جينا نشوف الفريكوانسي شيفت كينج ترانسميتر اهو. ادا الفريكوانسي شيفت كينج ترانسميتر. باخد الانالوج سيجنال الاول اللي هي كونتينوس سيجنال. بستخدم الانالوج ديجيتال كونفرتر. تمام؟ سامبلر وكوانتايزر وانكودر. حولتها في الاخر بي سي ام سيجنال زيروز وانز. تمام؟ الواحد ده الواحد اللي هو لما انتقل من الصفر من اللو ستيت الى الهاي ستيت بمعنى كده ان انا ببعت التردد العالي ده، ولما اتنقل من الهاي ستيت للو ستيت ببعت التردد المنخفض ده، يبقى ده التردد العالي اللي هي اف سي زائد دلتا اوميجا على 2 او اوميجا سي زائد دلتا اوميجا على 2 وده اوميجا سي ناقص دلتا اوميجا على 2. ده التردد الاعلى وده التردد كان بسميه ايه؟ المارك فريكونسي والسبيس فريكونسي. ده المارك فريكونسي هيبقى عالي كده، والسبيس فريكونسي بتاع السبيس اللي هو الزيرو هيبقى منخفض بهذا الشكل. اذا انا باعت اشاره انالوج انالوج بس بتاخد الترددين دول اهو بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى الاف اس كي ترانسميتر اذا كنت باعت 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 معناها باعت التردد ده ثم التردد ده عليت قللت عليت قللت عليت عليت قللت عليت. يبقى هو ده شكل الترانسميشن. يبقى كونستانت انفلوب كونستانت انفلوب وتو فريكوانسز فقط اللي بتبعته. بتبعت ايه؟ تو فريكوانسز. فريكوانسز بيمثل فريكوانسي بيمثل الواحد وفريكوانسي بيمثل الزيرو. ده اللي بنسميه الباينري. عشان كده كان جت كلمه ايه؟ باينري. ان انا باعت ايه؟ 1 0 1 0 بس ببعت نظام باينري. تمام؟ طيب ان ديجيتال مودوليشن ذا بيت ريت هو بيتس بير سكند از ذا ريت اوف تشينج ات ذا انبوت تو ذا مودوليتور. انت مدخل هنا ايه؟ مدخل هنا ده اللي هو يعتبر الايه؟ الترانسميتر. ده اللي هو عمليه فورماتنج. ده اللي هو يعتبر الشابتر الاولاني يعني اتكلمنا عنه فورماتنج. هقول لك بس من انالوج الى ايه؟ ديجيتال. طيب بعد ما جينا هنا يبقى هو ده بالنسبه لك الديجيتال راديو سيستم هو ده الاف اس كي هو البلوك ده فقط. فيبقى اذا انا ببعت ده عباره عن ايه؟ رسم لك هنا ايه؟ بيوضحه لك بايه؟ بي في سي او فولتج كنترولد اوسيليتور. فولتج كنترولد اوسيليتور. اذا انا ممكن استخدم جهاز موجود دايما هنا في المعمل عباره عن في سي او بيبقى بلوك داخل اي جهاز من اجهزه الديجيتال عباره عن فولتج كنترولد اوسيليتور. اوسيليتور لما بتغير الفولتج بتاع الدخل بتاعه بيغير ايه؟ التردد. اذا انا ادخل الاشاره بتاعتي فيها تو ليفلز دول الليفل ده والليفل ده والتو ليفلز دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا يخلي الاوسيليتور ده اللي هو الاوسيليتور نفسه قيمه الفولتج اللي عليه تغير التردد من التردد ده الى التردد ده. تمام؟ كنا بنتكلم هنا على الريت. In digital modulation the bit rate bits per second is the rate of change at the input. اذا اللي داخل ده عباره عن بيت ريت حسب بيتكرر البيتس دي قد ايه في الثانيه، كم بيتس بتبعته في الثانيه ده بنسميه البيت ريت. طب والخارج ده؟ الخارج ده هيتغير من التردد ده للتردد ده من التردد ده للتردد ده. معدل التغير برضه هيساوي نفس المعدل بتاع الداخل. فبنسمي ده الداخل ده بنسميه البيت ريت وفي الخارج ده بنسميه الايه؟ السيمبل ريت او الاوتبوت ريت. يبقى ده الانبوت ريت بسميه البيت ريت
والريت عند الخارج مش بسميه بقى البيت ريت، لا بسميه البود ريت، سرعة التراسل. في هذه الحالة في حالة الباينري دايما البود ريت بيساوي البيت ريت، البود ريت بيساوي البيت ريت. لكن هو كديفينيشن عام الفرق بين البيت ريت والبود ريت هو البيت ريت اللي هو الدخل بتاع الموديوليتر، والبود ريت هو الخارج بتاع الموديوليتر. ففي حالة الباينري ستريم تمام بيبقى دايما البود ريت بيساوي البيت ريت، لأن الواحد بيمثل بتردد والزيرو بتردد. هنا برضو بيظهر عندك تردد وتردد، إذن البيت ريت هيساوي البود ريت. إمتى البيت ريت هيغير عن البود ريت؟ في المحاضرة يمكن القادمة إن شاء الله. يبقى هنا بيتكلم على البيت ريت، الانبوت ريت، the rate of change at the input to the modulator، ده اللي بنسميه البيت ريت. Alternatively the baud rate، لكن في الاتجاه الآخر البود ريت هو the rate of change at the output of the modulator، and is equal to the reciprocal of the time of one output signaling element. يعني لو عايز تحسبه بتشوفه برضو بالإيه، بالتايمينج بتاع الخارج. فبرضو هنا لو جينا شفنا التايمينج بتاع الدخل هو نفس التايمينج بتاع الخارج، وبالتالي البيت ريت بيساوي، هو ده الدخل اهو وده الخارج، اذا التايمينج بتاع البيت بيساوي نفس التايمينج بتاع الخارج، وبالتالي البيت ريت بيساوي البود ريت. طيب لو حبينا نتكلم على الباند ويدث بتاع الاف اس كي، عشان نتكلم على الباند ويدث بتاع الاف اس كي، هنا بالرسمة اللي قدامك دي هدفها نتعرف على حاجة بنسميها الفاندامنتال فريكوانسي. ايه الفاندامنتال فريكوانسي؟ لو جينا قلنا ان انا باعت 0 1 0 1 0 1 الى ما لا نهاية كده، فده بقى ايه اكبر ايه اكتر ترانزيشن في التايم، مش كده؟ يقابله ايه اكبر معدل فين في الارسال. طب لو انا بلاش ما بعتش كده، انا بعت 2 1 و2 0 و2 1 و2 0، يبقى المعدل ده ايه؟ المعدل الثاني اللي انا بعته ده 2 1 و2 0 باستمرار نص المعدل الاولاني، مش كده ولا لا؟ اذا الموست ريت للارسال انك تبعت ايه؟ تبعت النبضات بتاعتك 1 0 و1 0 بالشكل ده. ده يديك ايه؟ اقصى معدل للارسال. لانك انت لو بعت وحدين وصفرين هيبقى المعدل النص، ولو بعت 3 وحايد و3 زيروز باستمرار بالشكل ده هيبقى التلت، ولو بعت 4 و4 يبقى الربع. اللي كان المعدل يبقى اقصى ما يمكن امتى؟ لما يبقى الترانزيشن 1 0 و1 0، ده يبقى اكبر ايه؟ اكبر معدل في الارسال. طيب لما يبقى عندك حاجه زي كده، نبضه زي كده 1 و0 سكوير ويف فقط فيها 1 و0 وحللتها بالفورير سيريز، حللتها بالفورير سيريز، سكوير ويف عباره عن نبضه واحده موجبه ونبضه واحده سالبه، حولتها بالفورير سيريز هتديك ايه؟ هيديك فاندامنتال فريكوانسي بالشكل ده، وبعدين يديك الثيرد اوردر والفيفث اوردر. ما اعرفش بقى انتوا حليتوا مساوي ولا لا في سنه ثانيه. المفروض لما تبقى عندك سكوير ويف تمام، سكوير ويف بيديك الفاندامنتال ويديك الثيرد اوردر والفيفث اوردر، يعني بيديك الاود هارمونكس فاندامنتال والاود هارمونكس من الايه؟ من الفاندامنتال. بس الفاندامنتال بيبقى اكبر ليفل، والثيرد اوردر اللي هي الهرمونيك الاولاني بيبقى تلته، والفيفث اوردر بيبقى خمسه، والسيفنس بيبقى سبعه، وهكذا.
وبالتالي كأن الفاندامنتال فريكوانسي ده هو أكبر قيمة للإشارة هنا. هو صحيح معاك الثيرد أوردر بس الليفل إيه؟ التلت، وعندك الفيفث بس الليفل للإيه؟ للخمس، وهكذا. الليفل دايما عمال يتناقص. إذا أقصى قيمة للإشارة بالنسبة لك بتمثلك إيه؟ الفاندامنتال. فهنعتبر الفاندامنتال دي هي إيه؟ هي الدوميننت. فاندامنتال هي إيه؟ لأن هي فيها الليفل بتاعها بيساوي الواحد تقريبا اللي هو أقصى قيمة. تمام؟ بالمقارنة بالثلث والخمس والسبع يبقى هو أقصى قيمة. إذا ده الدوميننت. الدوميننت بالنسبة لك الفاندامنتال ده. الفاندامنتال ده بيساوي إيه؟ علشان تجيب الفاندامنتال ده يبقى عايز نبضتين جنب بعض، واحد وزيرو. واحد وزيرو جنب بعض هيديك في الآخر إيه؟ الفاندامنتال. وبالتالي الفاندامنتال فريكوانسي اللي هي دوميننت فريكوانسي في الترانسميشن، لو أنت بعت واحد وزيرو وواحد وزيرو، المفروض الفاندامنتال فريكوانسي ده يساوي نص البيت ريت. يساوي إيه؟ نص البيت ريت. ده الهدف من الرسمة دي. الهدف من الرسمة دي إن أقول لك لو أنا باعت بيت ستريم 10 10 10 وبمعدل معين، معدل معين، الفاندامنتال فريكوانسي اللي هنشأ عنه اللي هو الدوميننت بالنسبة لك اللي هو أعلى قيمة عندك في الإرسال كأمبليتيود، هيبقى إيه؟ هيساوي نص المعدل ده. الفاندامنتال فريكوانسي هيساوي نص المعدل ده، لأنك أنت دايما تبقى واحد باعت 1 0 1 0. إذا البريود بتاعتك إيه؟ بتساوي 1 و0 مع بعض. ده البريود الكاملة بالنسبة لك، ده البريود. وبالتالي يبقى الفاندامنتال بتاعتك بيساوي نص البيت ريت. ده اللي مكتوب هنا. The first rate of change occurs when the binary input is a series of alternating ones and zeros. مش كده؟ ده اللي أنا قلته، شرحته. Namely a periodic square wave. اللي أنا بسميها periodic square wave. 1 0 1 0 periodic square wave. As indicated in figure 4-3. اللي هو الفيجر ده. Consequently, if only the fundamental frequency considered. ليه؟ ما احنا قلنا عشان خاطر احلل الكلام ده هيديني fundamental زائد الثيرد هارمونيك بس مقسوم على 3 والفيفث مقسوم على 5 والسبع مقسوم على 7. فانا قلنا ان fundamental هو الدوميننت. اذا if only the fundamental is considered the highest modulating frequency is equal to 1/2 نص the bit rate. ده اللي انا كنت عايز اقول، ان انا الفاندامنتال فريكوانسي اللي هي الدوميننت في الارسال دلوقتي اللي الليفل بتاعها اكبر ليفل، هيبقى قيمه التردد بتاعها هو نص البيت ريت. نص البيت ريت. سو اف ا بيت بالز ويدث از تي بي، لو قلنا ان البالز عرضها تي بي يبقى الريت بتاعها ايه؟ 1/TB. اذا كانت عرض النبضه هي التي بي يبقى البيت ريت عبارة عن 1/TB اللي هو اف بي. يبقى اف بي هتساوي ايه؟ 1/TB، او هنسميه اف بي ايا كان. اف بي طبعا يبقى 1/TB. ويبقى الهايست موديوليتنج فريكوانسي، الهايست موديوليتنج فريكوانسي بيساوي الفاندامنتال فريكوانسي، بيساوي ايه؟ نص البيت ريت. اذا كان البيت ريت بيساوي اف بي، يبقى الفاندامنتال فريكوانسي بيساوي ايه؟ اف بي على 2. الكلام ده قلناه مره وهيتكرر بعد كده في كل الانظمه اللي هنتكلم عنها بعد كده في الاي اس كي والبي اس كي، فالكلام ده هيتكرر كتير، فخلي بالك منه افهمه دلوقتي عشان خاطر هتحتاجه فيما بعد. تمام؟ طبعا انا موضح لك هنا لما تبقى alternating 1 و0 هيبقى الهايست فريكوانسي، اما لما يبقى 2 1 و2 0 يبقى فريكوانسي اقل، مش كده ولا؟ تمام. طيب ذا ريست فريكوانسي اوف في سي او، يعني ايه الريست فريكوانسي؟ هو الاوسيليتور بتاع. نعم، عندك جزء من الفاندمنتال فريكوانسي فيه مكتوب اف ام وعندك جزء السالب مكتوب اف اس، هو ده معناه ايه؟ فين فين؟ عندك جزء موجب من الهايست فريكوانسي او اف مارك. سوري ده مش فاهم الكلام. ده الاف مارك يعني التردد بتاع الايه؟ المارك اللي هو اللي باعت واحد. واف سبيس مش سامبلنج، مش كلمه سامبلنج يعني، اقصد هنا اف ام اف مارك يعني التردد بتاع الواحد.
واف سبيس التردد بتاع الايه السبيس، ما ده بيسميه النوع ده في الترانسميشن كان زمان بيسموه في ايام التلغراف كان يسموا ده المارك وده السبيس. من هنا بعض الكتب بتتكلم على اف مارك واف ايه سبيس. اف مارك اللي هي الواحد بيسميه اف مارك، والزيرو بيسميه اف سبيس اللي هي الشرطه اللي هو الواحد والصفر يعني. فده ده التسميه اف مارك واف سبيس، مالهاش دعوه بالسامبلنج خالص. ماشي واضح؟ مارك سبيس اولا مارك سبيس مارك مارك سبيس سبيس كده، بس مجرد تسميه فقط مش كده. واضح؟ طيب انا بقول ان ال VCO له ريست فريكوانسي. ما انا اصلا لما جيت عملت المعادله في الاول انا قلت ايه؟ مش انا قلت في الاول هقول زائد دلتا اوميجا على 2، وقلت اف ام بتاخد زائد او ناقص 1، وبالتالي يبقى انت عندك هنا عندك سنتر فريكوانسي هو الاف سي، وبزود عليه يا اما دلتا اوميجا على 2 او ايه ناقص دلتا اوميجا على 2. طبعا هي دي الطريقه المثاليه في الارسال علشان تخلي الايرور اقل ما يمكن، دايما يبقى في عندك سنتر فريكوانسي. انا ممكن كنت خليت المارك فريكوانسي اعلى من السنتر والسبيس اعلى من السنتر، الاثنين اعلى، بس يبقى في اتجاه واحد يبقى الخطا بتاعه كبير. لكن انا دايما اخلي السنتر بتاعك في النص، ويبقى اللوجيك 1 اعلى فريكوانسي شويه واللوجيك 0 اقل الفريكوانسي شويه بنفس الايه؟ بنفس الايه؟ القيمه. يبقى كده انت في عندك توازن في الزياده وفي النقص، وبالتالي يبقى البيت اور ريت بتاع السيستم اقل ما يمكن. فده اللي هو عايز يقوله هنا، ان انا خلصنا دي. ذا ريست فريكوانسي اللي هي الاف سي بقى اللي هي مقابله الاوميجا سي بتاع الفي سي او از تشوزن ساتش ذات ات فولز هاف واي. ده اللي انا بقوله اهو، ان هي في النص. الواحد بتبعته بدلتا اوميجا على 2 بالموجب، والصفر بتبعته بدلتا اوميجا بالايه؟ بالسالب حوالين السنتر فريكوانسي. تشوزن ساتش ذات ات فول هاف ويف between the mark and space frequency. شوف ذكرت كلمة mark و space. mark اللي هي f mark، space اللي هي f space، mark frequency وال space frequency. A thing, a logic one at the input shifts the VCO from its rest frequency. هتعمل له shift من ال rest اللي هو ال FC إلى ال mark frequency اللي هو التردد الاعلى. تمام؟ ثم العكس بالعكس. To the mark frequency. And the logic one shifts its frequency to the space frequency. طيب، since the binary FSK is a form of frequency modulation، ودام ال FSK هو كانه بعمل تعديل في التردد ولا لا؟ هو صحيح بعمل تعدل تعديل بس بتو ليفلز بس فقط، ولكن كده كده هو فريكوانسي مودوليشن. اذا لو مودوليشن اندكس زيه زي الاف ام اللي خدناه قبل كده. طب ازاي نحسب بقى المودوليشن اندكس؟ اذا انا ممكن احسب له مودوليشن اندكس. يبقى لانه عباره عن اف ام، اذا انا ممكن احسب له المودوليشن اندكس زي في حاله الايه؟ الانالوج. بيساوي ايه؟ هنا هيساوي الفريكوانسي ديفيجن على الميديولوتنج فريكوانسي. فريكوانسي ديفيجن اللي هو دلتا اف، طبعا لما اقول دلتا اوميجا ساعات واقول دلتا اف، ما هو الفرق بين اف واوميجا هي 2 باي. اذا دلتا اف على الاف ام، يبقى الموديليشن اندكس هيساوي الدلتا اف اللي هو اكبر تغير في التردد. انا زودت التردد قد ايه؟ الحيود في التردد زي ما اخذناه قبل كده الماكسيمم فريكوانسي ديفيجن على ايه؟ على الاف ام على قيمه المودوليتنج فريكوانسي. ده بيمثل المودوليشن اندكس مش كده؟ The widest bandwidth occurs when both the frequency deviation delta omega and the modulating frequency are at their maximum values. اذا انا ممكن احصل على ال widest bandwidth. ما انت كنت عارف برضو ان في حاله الاف ام ممكن تستخدم النارو باند والوايد باند مش كده؟ فهنا قال لك برضو انت عايز
تتكلم على الوايدست باند ويست بالنسبه للاف اس كي هيبقى حسب اختيارك انت اخترت الدلتا اف الدلتا اف قد ايه وقسمت على اف ماكسيمم للداتا قيمتها كام. طبعا اف احيانا اسمي اف ام واحيانا اسميها اف داتا واحيانا اسميها اف بي كل ده بنفس المعنى. اف ام يعني موديليتنج سيجنال يعني تردد الموديليتنج اكبر تردد في الموديليتنج سيجنال واف داتا يعني اللي هي الاف بتاع الداتا ستريم والاف بي برضو الاف بتاع الباينري لان انا اصلا الداتا ستريم بالنسبه لي ايه باينري فهم في هذه الحاله الثلاثه متساويين. البيك دلتا اف از هاف ذا ديفرنس بتوين اف هاي واف لو مش احنا اتفقنا على كده ان الدلتا اف دي بتبقى ايه نص لفوق ونص لتحت. اذا البيك دلتا اف از هاف ذا ديفرنس بتوين اف هاي واف لو. اف هاي اللي هي الاف بتاع المارك واف لو اللي هي الاف بتاع السبيس. اذا المفروض الدلتا اف هي الفرق بين الاثنين دول تمام. وبالتالي نقدر نقول كان الدلتا اف بتساوي الاف هاف هاي ناقص الاف لو على 2. اف هاي ده اكبر تردد اللي بيمثل المارك والاف لو اللي هو التردد اللي بيمثل السبيس. هنطرح الاثنين من بعض واقسمهم على 2 يديني ايه؟ هيديني الدلتا اف الاقصى انحراف في التردد تمام. يبقى انا عبرت عن البسط اللي هي الدلتا اف باف هاي ناقص الاف لو على 2. طب والموديليتنج فريكوانسي بعبر عنها بايه؟ بعبر عنها بالاف بي على 2 اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي من الرسمه دي ان الفاندمنتال فريكوانسي بيساوي اف بي على 2. وبالتالي انا ممكن بقى اجيب الموديليشن اندكس بدل ما اجيبها من المعادله دي اللي هي دلتا اف على اف ام عرفت دلتا اف بكام واف ام بكام اعملهم على بعض. انا الدلتا اف واف ام دي هي ده الـ القانون اللي كنا خدناه في الانالوج. انا بقى دلوقتي عايز احوله للديجيتال فعملته بالشكل ده عبرت عن دلتا اف باف هاي ناقص اف اللي هو على 2 اللي بيمثل اف اس كي والاف ام برضه في النظام الباينري ستريم عباره عن اف بي على 2 وبالتالي الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى كان الموديشن اندكس بيساوي الاف هاي ناقص الاف لو على الاف بي يساوي الاف هاي ناقص الاف لو. ده طريقه حساب الموديليشن اندكس في النظام الديجيتال ده بالنسبه للنظام الانالوج. ان اف اس كي ذا موديليتنج فريكوانسي از جنرالي كيبت بلو 1 يبقى كلام عملي ان الموديليشن اندكس ده غالبا بنخليها اقل من 1 to produce a narrow band FM to produce نارو باند اف ام. اذا في الاف اس كي تمام بنخلي دايما الاندكس اقل من الواحد علشان نحصل على نارو باند اف ام تمام. ذا باند ويث از ذن ديترمايند فروم ذا بيسل فانكشن عادي زي اللي انت خدته السنه اللي فاتت بالظبط. عندك الموديشن اندكس اهو عرفته وتشوف الجدول وتطلع ايه الباند ويث. طيب قال لك الموديشن اندكس لو كان ما بين النص والواحد ما احنا قلنا اقل من الواحد لو كان اقل من النص من الواحد يبقى either two or three sets of significant site frequencies are generated يبقى فقط محتاجين 2 إلى 3 ازواج من الاجنحه. فاكر ازواج الاجنحه اللي كنا معانا السنه اللي فاتت تمام من السايت فريكوانسز هناخدها. thus the minimum frequency bandwidth للاف اس كي is 2 or 3 times the input bit rate. ده بشكل رفلي خلي بالك. يبقى ال minimum bandwidth المطلوب للاف اس كي ضعف الى من ضعفين الى ثلاث اضعاف الايه؟ الداتا ريت اللي مدخلها على ايه؟ على السيستم. طيب اتكلمنا على الترانسميتر وقلنا الترانسميتر ما هو الا ايه؟ الا في سي او ديفايس كده هو اوسيليتور وانا هدخل الاشاره بتاعتي ديجيتال وهيبقى ظابط التردد بتاعه بحيث السنتر فريكونسي بتاعه اللي انا هبعت عليه لو هبعت مثلا
على 35 كيلو هرتز على 465 كيلو هرتز موجات الراديو، يبقى هظبط على 465 كيلو الايه الاوسيليتور. ثم بعد كده هيبقى القيمه الكبيره دي هتديك تردد اعلى، والقيمه الصغيره دي هتبقى تردد اقل من الايه من 465 كيلو، وهكذا في كل قناه من قنوات الارسال. طب الريسيفر بتاعك شكله ايه؟ 3 ترانسميتر، فين الريسيفر؟ يبقى as a reception there are two ways to detect FSK. ايه بقى التو ويز دولي؟ فاكرين السنه اللي فاتت كنا بنستخدم حاجه مع الدبل سايد باند سبريسد كارير، كنا بنستخدم ايه؟ بولد نفس الكارير عند الريسيفر واضربه، اعمل عمليه ضرب تاني عند الريسيفر، كنت بعمل نفس عمليه الضرب اللي عند الترانسميتر بعيدها تاني عند الريسيفر، وكنت بشترط ان الريسيفر كارير يكون نفس التردد ونفس الفيز بتاع الترانسميتر. وكان عندي مشكله في السنجل سايد باند، فاكرين الكلام ده؟ وقلنا اياميها لو ما يبقى يحصل دريفت بس في التردد ولا في الفيز، ايه اللي بيحصل؟ فيز ديستورشن وفريكوانسي ديستورشن وشغلانه طويله على كده، ماشي؟ طيب انا هنا برضو عايز ابعت الايه؟ بعت الكارير، الكارير بيحصل له شيفت في الفريكوانسز بين المارك فريكوانسي واللو فريكوانسي، تمام؟ وعايز استقبله في الريسيفر. الطريقه اللي انا كنت اتكلمت عنها من شويه دي كنا بنسميها ايه؟ السينكرونس ديتكشن. لما كلمنا عن السنجل سايد باند كترانسميتر ريسيفر وقلنا نعمل عمليه كامله كده للموديوليشن ديموديوليشن بروسيس، تمام؟ ده بنسميها السينكرونس ديتكشن، اللي فيها ايه؟ الريسيفر بيستخدم نفس البروسيس بتاع الترانسميتر، ان الريسيفر بيستخدم نفس الكارير عند الايه؟ عند الريسيفر. كذلك هنا برضه في الاف اس كي في عند نوعين، يا اما كوهيرنت ديتكشن او نون كوهيرنت ديتكشن. السينكرونس اللي انا ذكرته من شويه اللي فيها الريسيفر بيبقى سينكرونايزد مع الترانسميتر، السينك بيسموه سينكرونس ديتكشن. له اسم تاني كوهيرنت ديتكشن. سينكرونس، طب كلمه كوهيرنت دي جت منين؟ كوهيرنت جت من ان الكارير بتاع الريسيفر كوهيرنت مع الكارير بتاع الترانسميتر. كلمه كوهيرنت معناها متوافق. اذا الاستقبال عموما سواء في الانالوج او في الديجيتال يا اما سينكرونس يا اما اسينكرونس. يعني كشف الغلاف ده يعتبر ايه؟ سينكرونس؟ لا، كشف الغلاف اسينكرونس. ليه؟ ملوش دعوه اصلا، ما بيولدش الكارير عند الريسيفر اصلا، ده بيستخدم دائره الكشف مباشره، بيشوف الانفلوب، تمام؟ فده يعتبر ايه؟ اسينكرونس. يبقى نون كوهيرنت. اذا الاف اس كي ممكن استقبله بنظام نون كوهيرنت ونظام كوهيرنت، ولكن غالبا هو نستخدم فيه او المور كومن فيه ان احنا نستخدمه نون كوهيرنت، تمام؟ لكن هو ينفع الاثنين، ولكن الكوهيرنت هيبقى هيزوده سوق على السوق اللي هو فيه، احنا بنقول ان هو لو بيرفورمانس اصلا. إذا لو استخدمناه كمان كوهيرنت هيبقى يعني معقد وفي نفس الوقت مش جايب لنا برفورمانس كويس. إذا غالبا الـ FSK بنستخدمه نون كوهيرنت، لكن لازم نعرف الفرق بين الاثنين. ده رسمة النون كوهيرنت والكوهيرنت في نفس الوقت. ده النون كوهيرنت نشوفهم كده نشرحهم الأول وبعد كده نبص للإيه؟ نشوف الـ في زيادة في الشرح ولا لا نقراها. شوف اللي فوق الأول بنعمل إيه حضرتك؟ بنستخدم باند باس فلتر عند تردد المارك اللي هو التردد الأعلى، وباند باس فلتر عند تردد السبيس أو اللو ده الهاي، الإف هاي كاتب منها الإف هاي اللي هي الإف مارك، والاف لو اللي هي اف سبيس،
يعني انت المفروض بقى تفهم بقى اف مارك هاي يعني اف مارك واف لو زي اف سبيس ايا كان. فحاطط بند بس فلتر لما تيجي الاشاره بتاعتك طبعا هي مش اي اس كي المفروض اف اس كي، هنا دي خطا برضو فين في الادخال، هنا المفروض مدخل لك هنا ايه اف اس كي مش اي اس كي تمام. طيب لما تجي لك الاشاره هنا اف اس كي من الانتنة من الهواء بقى بعد ما وصلت للريسيفر، انا هحط لها اثنين فلتر، فلتر بيشوف الهاي فريكوانسي وفلتر بيساوي اللو فريكوانسي. فاذا جت هي في الهاي فريكوانسي يبقى هتبقى هنا مش موجوده هنا. فلما تيجي هنا هتخش على انفلوب ديتكتور والانفلوب هيكرر تمام، هيطلع الانفلوب بتاعها فتطلع قيمه اكيد ايه اكيد قيمه بتمثل الواحد. تخش على الكومباراتور هنا هيجي يشوف هنا ايه، هيدي هنا مفيش حاجه، ما انت مش مدخل مش هتبعت الاف هاي والاف لو في نفس الوقت، يبقى هنا يبقى في عندك خارج وهنا مفيش، يبقى الخارج ده هيبقى الدوميننت هيبقى الزايد اكتر، يبقى ده بيمثل ايه دايره الديكودنج بقى هتعتبر انه بيساوي ايه واحد. واذا كنت انت اصلا بعت الاف لو فالفلتر ده مش هيشوف حاجه، والفلتر ده هيطلع الخارج بتاعك هتشوف الانفلوب ده تمام وتدخله على الكومباراتور هيبقى هنا زيرو تقريبا وهنا بيمثل الواحد، هيبقى القيمه العظمى يبقى السالب هو الاكبر، يبقى يطلع القيمه هنا سالبه. هنا ناخد ايه باينري ديتكشن، اذا كانت القيمه دي اكبر من الصفر هيبقى واحد واقل من الصفر تبقى ايه زيرو، ويبقى ده البي سي ام اوتبوت اللي انت كنت بعته في الترانسميتر. يبقى انا حولناه لديجيتال زي ما كان اهو، واقدر بقى بعد كده يا اما استخدمه ديجيتال زي ما انا عايز او استخدم انالوج ديجيتال تو انالوج كونفرتر واحوله للصوت او للصوره اللي انا عايزها. يبقى ده نان كوهيرنت، مفيش كارير هنا، مفيش كارير، انا استخدمت بند بس فلتر وانفلوب ديتكتور تمام. تعال بقى شوف الثاني اللي هو اللي تحت، لا انا بستخدم هنا كارير عند الهاي فريكوانسي وكارير عند اللو فريكوانسي بس مسميها اف 1 واف 0، المفروض تبقى الاف هاي والايه والاف لو. يبقى اذا الاشاره اللي جايه لك جايه لك بتردد معين، يا يعني اما هتبقى ترددها بيساوي الاف هاي او بيساوي الاف لو. فاذا كان بيساوي الاف هاي تمام، لما تضرب فيه هنا في الاف هاي هنا اف هاي في اف هاي هيديك ايه، لما تاخد اللوز بتاعها هيديك اشاره بتعبر عن الايه عن اللوجيك 1. واذا كانت هي اصلا ترددها بيساوي الاف لو اللي هو الاف زيرو، يبقى لما تضربهم هنا هتديك اشاره بتعبر عن ايه عن الايه القيمه السالبه. يبقى ده هيبقى هنا في الكومباراتور هنا موجب وهنا سالب، يبقى اما هتيجي الاشاره من هنا قويه وهنا مفيش، او هتيجي الاشاره من هنا قويه وهنا ايه مفيش، الكومباراتور هيحدد لك ايه قيمه الاشاره، وباستخدام لوباس فلتر ممكن نرجعها تاني الى ايه بي سي ام 3. فدي اللي هو ان الكوهيرنت، يبقى لازم يكون هنا بقى هنا محتاج كارير سنكرونايزيشن، يبقى انت عايز عمليتين من السنكرونايزيشن، سنكرونايزيشن للبيت ستريم زي اللي احنا شفناه في اخر الشابتر اللي فات ده بالنسبه للتايمنج بتاع ما بين البيت والبيت اللي بعد اللي بعدها عشان خاطر اشوف بدايه الفريم فين وبدايه كل بيت فين، ده موضوع تاني. ثم كمان كارير سنكرونايزيشن ان نفس التردد ده اللي هو اسمي اف 1 اهي تي زائد مفيش هنا سيتا هنا، اذا المفروض التردد ده يكون نفس تردد ونفس الفيز بتاع الايه الريسيفد سيجنال. طبعا لو في عندك في فرق بين الفيز والتردد لابد يكون في هنا دوائر لايه لضبط التردد، وهنتكلم عنها في اخر الشابتر ده ان شاء الله، يعني بعد محاضره الجايه كمان، المحاضره الجايه مش هنلحق نكون وصلنا. المهم دول الطريقتين، يا اما كي كوهيرنت ما استخدمش الكارير او الـ او الـ او النون كوهيرنت اللي ما استخدمش الكارير او الكوهيرنت اللي بستخدم فيها الكارير. نصغر شويه عشان نعرف نقرا.
في النون كوهيرنت وي دونت هاف ذا بريزنس اند ذا نوليدج اوف ذا كاري فريكوانس. انا ما عنديش مش محتاج اعرف اي حاجه عن الكاري اصلا. As shown in figure 4.4a اللي فوق, the signal coming from the transmitter is divided into two parts, بتقسم نصين, power splitter يعني. When the frequency f high is the signal, it passes through the upper filter, هتمر في upper filter, band pass filter only, and then, اللي هو band pass filter بتاع f high, and then be disclosed through the envelope detector. تمام, هتمر بالانفلوب ديتكتور to the operational amplifier اللي هو ديفرنس امبليفاير يعني. when the frequency is f low, والعكس طبعا بالنسبه لf low is referred it is referred scroll through the bottom filter, هتروح للفلتر التحتاني only, and then disclosed للانفلوب ديتكتور للاوبريشن امبليفاير. finally is to generate the original impulse through bilateral retrieval circuit اللي هي اللي بيسموها الريستوريشن سيركت, اللي هي المفروض مسؤوله عن تشوف الفرق بين الموجب والسالب وتاخد الديسيجن بالنسبه للايه لكل اشاره. اما في الكوهيرنت تكنيك اللي هو التحتاني, زي where we need a complete knowledge of the exact frequency carrier on reception as in figure 1.4b, the received signal is applied into two multipliers, مضربه في اثنين multipliers, واحد عند التردد العالي واحد عند التردد المنخفض at f high و f low, then to the difference operational amplifier to the low pass filter, and finally original impulses are generated through the restoration or binary restoration circuit. Binary FSK has a poorer error performance. Binary FSK من الأول إحنا عينين أصلاً له يفتقر إلى البرفورمانس الجيد من ناحية الإيرور, يعني الإيرور ريت بتاعه بيبقى أعلى من البي إس كي ومن الكيو إم. الكيو إم طبعاً ما ذكرناهوش, لكن البي اس كي هنتكلم عنه قريب. الكيو ام بيجمع بين الاي اس كي والبي اس كي. اتس يوز از ريستريكتد, ولذلك عشان هو البرفورمانس بتاعه منخفض, اتس ريستريكتد تو لو برفورمانس لو كوست اسينكرونس داتا مودمز. عشان كده بنستخدمه في اللو برفورمانس, عايزين حاجه اداء كده مش لازم فيه كفاءه, لو كوست عايزينه سيمبل ورخيص, asynchronous. فاكرين كلمه asynchronous لسه متكلمين عنها من شويه, اللي انا بس ببعت الكود من لوحه المفاتيح للكمبيوتر, ده بستخدم فيه الاف اس كي. تمام, ده مثال على الايه على الاف اس كي باستخدام asynchronous data modem. تمام, for data communication over analog voice and telephone lines. طيب الباند ويث بتاع الاف اس كي طيب تعال نشوف ازاي نتكلم على الباند ويتس بتاع. احنا قلنا قبل كده عايز باند ويتس اذا كانت الموديليشن اندكس ما بين النص والواحد, فانت عايز زوجين الى ثلاث ازواج من اجنحه. لا, تعال نتكلم بقى على الباند ويتس باستخدام الكيرلسون لو. مش ده كان الكيرلسون لو ان الباند ويتس بتاع 2 دلتا اف زائد بيتا؟ تمام, يبقى في الالترنيتنج 1 و 0 the bandwidth equal to the bit rate. The bandwidth equal to the bit rate. بيتا دي هتساوي R على 2, يعني بيتا ده هتساوي ايه؟ R على 2. ده بالنسبة للانفورميشن, ما دي بتساوي الانفورميشن البندويتس بتاع الانفورميشن سيجنال بتاع الـ FM أو بتاع الـ FT. فإذا البندويتس بيساوي ايه؟ اللي هو R على 2. R اللي هو البيت ريت, R اللي هو البيت ريت. R على 2 هيديك الايه الباند ويتس, لان ده طبعا ده تردد وده باينري ستريم. فاذا لما نقسم الباينري ستريم على 2 عشان يديك الايه الفريكوانسي ريت اللي هو اللي بنسميه
الفاندمنتال فريكوانسي. اذا البيتا دي هتساوي ار على 2، هنطبق عنها هنا بار على 2، وبالتالي يبقى 2 دلتا اف زائد ار على 2، 2 دلتا اف زائد ار. نرجع بقى دلتا اف، دلتا اف دي كنا حسبناها قبل كده بتساوي ايه؟ دلتا اف، نرجع كده تاني كده، دلتا اف حسبناها ازاي؟ دلتا اف بتساوي اف هاي ناقص اف لو على 2، تمام؟ دلتا اف قلنا بتساوي الاف هاي ناقص الاف لو على 2، يعني الاف هاي ناقص الاف لو يساوي كام؟ 2 دلتا اف. 2 لو ضربنا ال 2 دي في الدلتا اف يبقى 2 دلتا اف يساوي الاف هاي ناقص الايه؟ الاف لو. اذا لو نرجع هنا كده يبقى انا عايز اقول 2 دلتا اف كان 2 دلتا اف يساوي الاف هاي ناقص الاف لو، مش كده؟ 2 دلتا اف هتساوي الاف هاي ناقص الايه؟ الاف لو، تمام؟ هنا بس في غلط في البرمجه في الجهاز، تمام؟ هي عايز يقول 2 دلتا اف اللي هي دي دلتا اف، لكن سيب السطر ده سيب ده وخلينا باللي بعديه. يبقى 2 دلتا اف يساوي الاف هاي ناقص الاف لو زائد 2 في الار على 2، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى عندك الايه؟ الار. يبقى يصبح البند ويست بتاعك ايه؟ بتاع الاف اس كي بتاع الباينري اف اس كي او الاف اس كي عموما ما دام ما قلتش هو ايه يبقى هو باينري، يساوي الاف هاي ناقص الاف لو على الاقل الاول الفرق بينهم، وبعدين تجمع عليه كمان الايه؟ البيت ريت. عشان كده هو باد بيرفورمانس، يعني البند ويست بتاعه بيساوي كام؟ مش بيساوي البيت ريت بس، لا بيساوي البيت ريت واجمع عليه الفرق بين الاف هاي ناقص الاف لو. هناخد بعد كده النظامين التانيين اللي هم الاف اس كي البي اس كي الاي اس كي والبي اس كي، هنلاقي ان البند ويدث بتاعهم بيساوي الار بس. اذا البرفورمانس بتاع الاف اس كي حتى البند ويدث بتاعه سيء، ليه؟ لانه بيجمع على البيت ريت الاف الفرق بين الاف هاي ناقص الايه؟ ناقص الاف لو. طيب كنا لسه من شويه بنتكلم على تطبيقات الاف اس كي، وقلنا الاف اس كي لا يصلح الا للاستخدامات اللي هي السريعه لو برفورمانس وسمبل سيستم، والبيت ريت عندك مش مشكله، فهنا بنستخدمه في بعض التطبيقات في التليفون لاين، معلومات بيبعتها عن طريق خط التليفونات العادي، تمام؟ ده اللي هو البيل 103 تايب اف اس كي مودم. مودم يعني ايه؟ مودم معناها ترانسميتر وريسيفر، يعني جهاز بيبعت بيرسل ويستقبل في نفس الوقت، ده بيسموه ايه؟ بيسموه مودم. ده مثال على الاف اس كي، عشان كده بناخده سريعا كده. البيل 103 تايب اف اس كي مودم الكيبورد تايب كمبيوتر تيرمينالز are often used for communication with a remote computer via dial up telephone lines. اذا انا بستخدم خط التليفون العادي بان انا عايز ابعت معلومات لسيرفر معين، السيرفر ده بيخدم المشتركين عن طريق خط التليفون العادي، تمام؟ فانا عندي الكمبيوتنج سيرفيس موجوده في سنتر، وانا هستخدم خط التليفون العادي وهبعت له بنظام الايه؟ الاف اس كي، باستخدام اف اس كي مودم يبعت ويستقبل في نفس الوقت باستخدام الايه؟ خط الدايل داتا. الدايل داتا اللي هو خطين بتوع خط التليفون العادي، ده سلكتين بتوع التليفون اللي هم ببعت فيهم الايه؟ اللي هو موصلين ما بين كل بيت والسنترال. وبستخدم زي ما انت شايف اهو، انا بعتبر عندي كيبورد اهي، كيبورد دي ببعت بيها الاوردرز او الحاجات اللي انا عايز ابعتها. وفي عندك فريكوانسي شيفت كينج مودم، هو ده اللي بياخد منك المعلومات دي ويبعتها يكودها ويبعتها للتليفون اوفيس، تمام؟
اللي هو السنترال الرئيسي، وهنا برضو مودم تاني هيوصلك بالكمبيوتر سنتر، هيوصلك بالكمبيوتر سنتر برضو بنفس الطريقة. تمام، ده الكمبيوتر سنتر. في يبقى كأنك عندك ريموت كمبيوتر وانت بتتوصل بيه من خلال خط التليفون. هنا خط التليفون بيوصلك للسنترال اوفيس للسنترال، والسنترال بيتوصل برضو من خلال خط التليفون للكمبيوتنج سنتر، وانت بتدي الاوامر بتاعتك للكمبيوتنج سنتر وانت قاعد في البيت هنا من خلال خط التليفون. ده اللي هو نظام، هو نظام قديم ولكن هو مثال على استخدام الـ FSK. Dial up means that the computer terminal user calls the computing facility. تمام، يبقى أنا عندي كيبورد هنا، الكمبيوتر تيرمينال، عندي تيرمينال هنا موجودة، ببعت معلوماتي، بطلب من الايه من السنتر ايه انه من خلال الخط التليفون. مين اللي بيضرب جرس عايز ايه؟ طيب تقريبا ده هيبقى اخر المحاضره عشان ما تقلقوش يعني. حاضر، بس ما فيش داعي للازعاج. يبقى الدايال اب مينز ذا كمبيوتر تيرمينال يوزر كولز ذا كمبيوتر فاسيليتي اون تليفون، من خلال التليفون يعني، التليفون لاين قصده يعني، مش خلال الجهاز اللي هو، اند يوزز ذا تليفون كونكشن فور داتا كوميونيكيشن، بستخدم السلكتين بتوع التليفونات للايه؟ للداتا كوميونيكيشن. المودم اللي هو عباره عن موديليتور وديموديليتور في نفس الوقت، از كونكتد تو ذا فون لاين ات ايتش اند، اهو هنا متوصل بالتليفون بتاعك، وكذلك متوصل بالايه بالسيرفر اللي هو الريموت سيرفر. تمام، وبالتالي بنستخدم اهو، انت عندك ترانسميت وريسيفر، ترانسميت فريكوانسي وريسيف فريكوانسي، بتبعت المارك الباينري 1 بتردد 1270 هرتز، ده اللي هو الايه الاف هاي، وبتبعت السبيس اللي هو الزيرو بتردد 1070 هرتز. فرق بينهم ايه؟ فرق بينهم 200 هرتز. بتبعت المارك 1270 والسبيس ب 1070، ده بينك انت وبين السنترال. طب والجهاز الثاني اللي هو الريموت، اللي هو البروس الريموت كمبيوتر ده او السيرفر، بيبعت ايه؟ بيبعت على تردد مختلف، لان انت ما ينفعش انا اعمل ترانسميت ورسيف في نفس التردد، فبيستخدم تردد مختلف، ده تردد 1000، ده تردد ايه؟ 2000. فهنا الهاي فريكوانسي يبقى 2225 واللو فريكوانسي 2025، بينهم برضو ايه؟ بينهم برضو 200. يبقى اذا ده بالنسبه لارتباطك انت كيوزر بال 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 بال, 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 بال بالمقسم، ده اللي هو الترانسميت بتاعك، وده الريسيف بتاعك. يبقى انت بتبعت عند الالف وتستقبل عند الالفين. تمام، اما اللي جاي الانسر بقى اللي جاي لك من الجهه الثانيه بيعمل العكس، بيبعت عند الالفين ويستقبل عند الالف، عشان يبقى في فصل بين الترانسميشن وايه وبين الريسيفر. وطبعا من الرسمه دي 2 دلتا اوف اف بيساوي 200 بيساوي 200 هرتز. ده اللي هو، نقرا بقى الكلام اللي مكتوب هنا. تو اف اس كي باندز ار يوز اراوند 1 كيلو و2 كيلو. يبقى 1 كيلو للترانسميشن و2 كيلو ريسيفنج من ناحيه، والعكس من العكس تاني في الانسر، الانسر بيبقى العكس، بيبقى الاثنين للترانسميتنج وواحد للايه ريسيفنج، عشان يبقى دايما في فصل في الايه في المودم بتاع الارسال والاستقبال في الاتجاهين. So that it is possible to talk and listen simultaneously، اللي بنسميه فول دبلكس، فول دبلكس يعني تتكلم وتسمع في نفس الوقت. The standard mark and space frequencies are shown
انفجر 4-1 بيز بي تو بيج فيجن بيساوي 2 دلتا اف بيساوي 200 هرتز زي ما احنا اكتشفناهم هنا ما بين ال 70 وال 270 وبين ال 25 وال 225 سواء هنا او هنا. تمام؟ طيب احنا كنا وعدناكم ان احنا نخلص هنا وكان الجزء اللي فاضل بسيط، لكن برضو خلينا على الوعد بتاعنا مش مشكله فنكتفي بذلك عشان ندي فرصه برضو لو في حد له استفسار عن المحاضره في اخر 10 دقائق من المحاضره.